تعرف الناس اللي في سن بيبقوا رغايين ومحدش بيطيق يقعد يسمع كلامهم ده، فبالتالي انا حبيت ان انا اتكلم في المطلق مع الناس. جربت ومشيت معاك واهو. لا بقى، احنا نعمل لك دعايه ونشهرك. مش عارفين يا اولاد، اول ما رحت السنتر ما كنتش طايقه، بس بعد شويه بقيت حابب جدا ان انا اروح. ليه بقى؟ انا ما كنتش عارف الجيل ده، فتعرفت عليكم، شفتكم انتوا بتتكلموا ازاي، بتفكروا ازاي، وبصراحه اتعلمت منكم كتير. احنا خلاص كده بقينا اصحاب بقى ولا ايه؟ طبعا اصحاب واعز اصحاب كمان. يبقى ناخد سر سلمي بقى للشله الجديده. ناخد يا حبيبتي، يلا بينا. يلا يا ولاد ولع الشمع بقى. معاك يا بري شاول لابونا بيشرب. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو ياسمين، هابي بيرثدي تو يو. مساء الخير عليكم، عاوز اتكلم معاكم شويه ومعلش حاولوا تستحملوني. انا عارف ان الدم بقى تقيل عليكم الفتره اللي فاتت، بقيت كل شويه اطلع اشكلكم همي رغم ان محتوانا المفروض اسمه عتبات البهجه. ابراهيم بيقول يا فند البهجه، انا مش شايف اي ايه، شايف ايوتها بهجه. ماشي يا ابراهيم، جايز عندك حق، بس قولوا لي هتيجي منين البهجه لاب في السبعين زي حالتي؟ دفن ابنه لما كان في عز شبابه، الله يرحمه، بس كمان تقيل قوي عليا وانا في السن ده، بدل ما استمتع بحياتي وذكرياتي اللي فاتت واللي باقي لي من عمري، عشان الاقي نفسي قاعد اجي هنا وهناك عشان الاحق على المعيشه. وجنب الشقه ده مطلوب مني اني افهم احفادي اللي في سنكم واللي ما مرتش بتجاربهم ولا عارف هما بيفكروا ازاي وعايزين ايه من الدنيا دي. انا مش بحكي، انا مش بشكي ولا بلوم، اني بس بسال، انا اللي مش فاهمهم ولا هم اللي مش فاهميني، ولا احنا الاثنين مش فاهمين بعض، ولا الزمن ده ما بقاش حد بيفهم حد؟ سامحوني على صراحه ارجوكم، بس انا ما قصرتش، ولو قصرت قولوا لي، شاوروا لي على الغلط، قولوا لي الغلط غلطت في ايه، كان فين الغلط بالظبط. انا اسف لو كلامي طلع غلس وفيه شويه قسوه، بس انا الحقيقه كنت محتاج افضفض معاكم. يلا اشوفكم على كل خير. يرضيك اللي انت عامله فيا ده يا مصطفى، ما تبصليش كده، انا ما خدتش الامانه، انت عارف كويس اني ما قصرتش، ما تزعلش مني اني جبت ستك في اللايف، كنت محتاج افضفض شويه مع الفولورز بتوعي، تعبان مصطفى.